دي معابد الكرنك، تاني أكبر معابد في العالم. فيه هنا هو معبد أمون، سروح لمعبد أمون ومعبد خنسو وطريق الكباش. زي ما شايفين الكباش هم على الشمال وعلى اليمين. الكباش عشان الناس اللي مش عارفة، دي اللي هي الخرفان الرجالة او الذكر. بصوا ضخامته قد ايه، ماشي لغاية هناك، لغاية هناك. ف جميل، ودي مساحة هنا اهو. خلينا نشوف كده منظر كل مساحة مهولة، والنيل جنبينا الناحية التانية الغربي، الجانب الغربي من النيل.